تصاعد كبير في أعداد اللاجئين الأوكرانيين منذ بداية العملية العسكرية الروسية، والعدد مرشح للزيادة مع استمرار الأزمة. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت أن عدد اللاجئين تجاوز 1.5 مليون، وتتوقع أن يقفز إلى أكثر من 4 ملايين بحلول يوليو المقبل حال استمرار القتال. المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي وصف أزمة اللاجئين بأنها الأسوأ التي تواجهها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال غراندي إن العدد الأكبر من اللاجئين توجه إلى بولندا. وصل عدد اللاجئين إلى أكثر من 1.5 مليون، توجهوا إلى دول عدة. العدد الأكبر منهم بالتأكيد وصل إلى بولندا التي استقبلت قرابة 1 مليون. آخرون ذهبوا إلى رومانيا وهنغاريا ومولدافيا. من الصعب توقع الأعداد، لا يزال هناك مئات الآلاف داخل أوكرانيا يتحركون صوب الحدود. ووجهت الأمم المتحدة قبل أيام نداء عاجلا لجمع 1.7 مليار دولار مساعدات عاجلة لإغاثة اللاجئين الأوكرانيين. أما الاتحاد الأوروبي فيضع تقديرات أعلى كثيرا ويرجح وصول الرقم إلى 7 ملايين. مفوض الاتحاد للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات قال إن الأعداد ضخمة، ودعا دول الاتحاد للاستعداد لمثل هذا النوع من الطوارئ. وربما يهون من حجم الأزمة إلى الآن أن معظم اللاجئين يذهبون إلى أقارب أو أصدقاء أو غيرهم من المعارف في الدول الأوروبية، لكن الوضع قد يزداد تعقيدا مع استمرار موجات النزوح، بالإضافة للفارين إلى الخارج. تشير تقديرات لوجود مئات الآلاف من النازحين داخل البلاد يعيشون في ظروف قاسية مع تدني درجات الحرارة ونقص في الخدمات الأساسية.